أهلا بيكم الأبراج الترابية، برج الثور وبرج العذراء وبرج الجدي. هنعمل إن شاء الله قراءة هل سيرجع الحبيب حسب الأبراج. القراءة دي انطلبت مني، أنا قلت بدل ما أعملها كل الأبراج في فيديو واحد ويكون فيديو طويل، فأنا هقسمهم لأربع مجموعات. فأنا هعمل دلوقتي المجموعة الترابية، برج الثور والعذراء والجدي. أتمنى إن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. هنسحب الطاقة العامة ومن خلالها هنقدر نحدد إذا كان هيكون في رجوع ولا لأ، وكمان هنسحب كروت للنصيحة من الأنجل أنسر ونشوف هينصحوكم بإيه بالظبط. فأتمنى إن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. البداية طبعا هتكون ببرج الثور، وأنا هسيب لكم توقيت كل برج في أول تعليق. فخلينا نشوف برج الثور. طاقتك انت يا برج الثور، الناين اوف سورد، انت بتفكر كتير، يمكن ما بتنامش طول الليل، في حاجات كتير بتقرقك وحاجات كتير سلبية في العلاقة دي. حتى على فكرة لو انتوا مع بعض، يعني ممكن يكون ده جفا، انتوا ما سبتوش بعض ولا حاجة، لكن كلامكم مع بعض رسمي مثلا، اللي هو يعتبر سايبين بعض اساسا، اللي هو انت مش عارف اصلا اذا كنا احنا في علاقة ولا لا، اذا كنا احنا سايبين بعض ولا لا، انت نفسك مش فاهم، وبتبكي كتير وزعلان كتير وبتفكر كتير. ممكن يكون كمان في عندك حاجة مضايقاك وانت ما بتحكيش مع حد وما بتفضفضش على اللي جواك، وبتعيط لوحدك جواك، آلامك كده الشخصية، ومحدش يعرف انت ايه اللي جواك ولا انت بتعيط ليه، محدش يعرف ان انت بتعيط اصلا يعني، ومحدش يعرف ان انت ما بتنامش. في كسرة قلب اهي، في كسرة قلب، ممكن تكون من زوج، ممكن يكون الشخص ده زوج، ممكن يكون هو واخد باله من نفسه وواخد باله من شغله ومن حياته ومديهم الأولوية ومش معبرك بنسبة كبيرة. يعني ممكن يكون الشخص ده زوج، بشوف ان هو مش بيقدم لك حاجة خالص في العلاقة دي، انت بتضحي عشانه وبتضحي من اجله، وهو مش بيعمل لك اي حاجة خالص يعني. حتى دلوقتي هو مستنيك، هو اتعود منك على التضحية، ما تعودش ان هو يديلك، لانه انت عودته غالبا على كده، انت اللي عودته ان انت دايما اللي بتضحي علشانه، وعودته على العطاء، وما تعودتش ان انت تاخد، او ما تعودتش انه يكون في توازن في العلاقة دي. يعني انا مش قصدي ان انا غلطك، بس التوازن مهم جدا في العلاقة دي، انت كنت بتدي بزيادة اهو، ده برج الثور اصلا، انت كان عندك، كنت حنون عليه حنان الام، كنت كريم معاه بزيادة خصوصا في الفلوس، والشخص ده اصلا متجمد المشاعر، شخص مش عاطفي تماما، شخص ممكن يأذيك وما يحسش بأي ألم ان هو أذاك. احتمال برضو المجموعة منكم يكون بيندم، بس هو شخص متجمد المشاعر، شخص كشري كده وتقيل جدا ومغلبك معاه يعني. حتى دلوقتي ما بشوفش ان هو مستعد يعمل حاجة علشانك، ومستنيك انت اللي تضعف وتروح تكلمه كالعادة، وانت اللي تحن عليه حنان الام، مش لانه شخص متكبر، هو اكيد طبعا ممكن يكون متكبر وكل حاجة، لكن من ناحية تانية ده اللي هو اتعود عليه، وده العادي اللي بالنسبة له اللي هو بيشوفه منك يعني، هي دي الفكرة. فأنا شايف ان هو اللي مستنيك، مش بعيد كمان يكون حاطط شروط علشان يرجعك، هو شخص ما عندوش مشاعر. ممكن يكون الشخص ده من برج الثور زيك، ممكن يكون من برج الدلو، الحمل، العقرب، السرطان، ممكن يكون من أي طاقة مائية، هوائية، نارية أو ترابية، كل الطاقات موجودة. فخليني أخد لكم نصيحة الملائكة وأشوف هينصحوكم بإيه. Reconsider، أعيد بقى النظر
وشوف انت كنت بتتصرف ازاي مع الشخص ده. انا مش عامل القراءة دي عشان اقول لك يعني تتصرف معاه ازاي، هي مش قراءة تفصيلية، احنا بس بنرد بنعم او لا. لكن عيد النظر في العلاقة دي، مش هي دي العلاقة المناسبة بالنسبة لك يعني. حاول انك توصل لحل سلمي يعني، حتى لو انت هتسيب الشخص ده وتبعد عنه، حاول ان انت تلاقي حلول سلمية من غير ما يكون في عداوة ما بينكم. حاول انك تعيد النظر بشكل عام وبطريقة سلمية تلاقي حلول يعني. فدي كانت قراءتكم يا برج الثور، اتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم لو ما كنتوش هتتفرجوا معانا على برج آخر. نروح بعد كده لبرج العذراء. اوكي، طقطق انت يا برج العذراء، السكس اوف بنتكلز، انت شكلك بتشتغل كتير، بتساعد ناس حواليك، ممكن تكون بتشتغل في حاجة ليها علاقة بمساعدة الناس، او انت بتساعد اصدقائك، بتديهم نصايح، واقف جنب قرايبك، كريم جدا معاهم، ممكن تكون بتساعد كمان بفلوس، او بتشتغل في حاجات خيرية، او متطوع مثلا، بتعمل عمل خير يعني، وبتساعد الناس اللي حواليك، وبتحاول انك توازن طاقتك، بتحاول انك توازن طاقتك، ممكن تكون انت محامي او بتشتغل في محكمة، المهم ان انت بتدافع عن حقوق الناس وعن حقوقك انت كمان. الشخص ده حيرك على فكرة، حيرك كتير جدا في العلاقة دي، وانت مش عارف هو بيحبك ما بيحبكش، ممكن ما يكونش قدم لك حاجة في العلاقة دي، حتى لو كان زوج ما قدم لكش شيء في العلاقة دي، وانت مش قادر تفهم هل الشخص ده فعلا بيحبك ولا لا. الشخص ده ممكن يكون كمان تسبب لك في كسرة قلب أو زعلك، وانت مش قادر تفهم مشاعره، حتى لو كنتم متجوزين وكان في ما بينكم أطفال، هو شخص مش مفهوم وشخص غامض وانت مش قادر تفهمه وحيرك كتير. بالظبط يعني، حيرك كتير، وممكن تكون انت على فكرة مش عاوز ترجع له، وفاتح القراءة دي فضول. انا بشوف ان هو ما عندوش حاجة يقدمها لك، هو من ناحية هيجي يكلمك، فاه هو هيجي يكلمك وهيدي لك عرض، بس انا بشوف ان هو شخص يعني زي شخصيته قوية بزيادة يعني، هو مثلا هيجي يكلمك هيقول لك يلا نرجع، وحتى لو كانت دي علاقة بس مش زواج، هيقول لك يلا نتجوز بس انا عندي شروط 1 و2 و3. هو شخص تنك كده في نفسه ومغرور شوية نوعا ما، بس انا شايفك انت مبسوط على فكرة وعايش حياتك ومش همك يعني، الشخص ده ما بقاش يفرق معاك زي الاول. يمكن انت في الاول كنت هتموت عليه ومستنيه وكان هو امنية حياتك، بشوفك دلوقتي لا، بشوفك دلوقتي متوازن، وحتى ممكن ما يكونش عندك مشكلة الشخص ده يجي ما يجيش، ما عندكش مشكلة يعني. لكن هو جاي، لو احنا هنجاوب على القراءة هو جاي، بس شايفه زي اللي هيحط شروط يعني، غلبك وتعبك معاه، واول ما انت خلاص طلعت من العلاقة دي هيرجع لك، وكمان هيحط شروط يعني، شخص غريب جدا بصراحة، بس هو جاي، هو جاي. خليني طيب أشوف الملايكة هيمسحوك بإيه. انت يمكن كان جات عليك فترة كنت بتبكي بسبب الشخص ده، بس ده خلاص ما بقاش يحصل يعني، انا ما بقلبش الكروت، والكارت ده طلع لنا متشقلب، فأكيد مش صدفة، وانت كمان طاقتك ان انت متوازن وطلعت من الحيرة اللي انت كنت فيها، بس لغاية دلوقتي التواصل اللي ما بينكم شغال، فأنصحك بقطع الحبل الأثيري اللي ما بينكم. هنا بيقول لك the situation will improve، الموقف هيتحسن، فما فيش أي داعي للقلق، الجاي أفضل، والجاي كله لصالحك يعني.
انت عملت توازن وبقيت شخص ناجح وكل شيء، ناقصك بس تقطع الحبل الأثيري وشوف بقى هو هيجي يقولك ايه، وشوف انت هتعمل معاه ايه يعني. لكن هو جاي. الأبراج في برج السرطان، برج الدلو، الحمل، الميزان، بس طاقات ترابية هوائية نارية وأقل حاجة المائية، بس طبعا يعني ما تلتزموش بيها جامد قوي يعني. فدي كانت قراءتكم يا برج العذراء، أتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. نروح بعد كده لبرج الجدي. ده انت طالع اول كارت يعني، ده انت طاقتك شديدة، القراءة دي بقى ليك يعني. وده برج القوس، وده برج القوس برضو، ممكن تكون انت مع حد من برج القوس. طاقتك انت ال 3 of cups، انت دلوقتي عايش حياتك، ممكن يكون في عندك نجاحات في العمل، بادئ عمل جديد، بادئ مشروع جديد، بتحتفل بحاجة او بتحتفل مع الاسرة، بتخرج مع الاصدقاء، ممكن حتى تكون انت دلوقتي فري وبتحاول انك تتعرف على ناس جديدة وان انت تدخل في علاقات علشان ما تحسش بالوحدة يعني. فممكن تكون بتتعرف على ناس عشان انت حزين وحاسس بوحدة، فبتحاول انك تدخل ناس جديدة حياتك علشان انت زعلان يعني. الشخص ده على فكرة اللي انت عامله القراية ده بيحبك جدا يعني، هو شايفك the lovers، شايفك ال twin flame بتاعه او السول ميت بتاعه يعني. ممكن يكون ما ادركش ده غير بعد ما انت بعدت عنه، لكن بشكل او باخر انتوا في تواصل عالي ما بينكم انتوا الاتنين، في تواصل، وبنسبة كبيرة ممكن تكونوا فعلا مع ذا ديفل هنا، ممكن تكونوا فعلا انتوا سول ميت او توين فليم. بس العلاقة دي كانت علاقة توكسيك في الماضي، كانت علاقة سامة وما زالت، انتوا لسه في تواصل سام ما بينكم، لازم لازم تقطع الحبل الاثيري اللي ما بينكم. فالحبل الاثيري ده بينقل لكم تواصل سام، وممكن يكون كمان بسببه انتوا بعدتوا عن بعض. انتوا محتاجين تعملوا توازن، محتاجين تعملوا شفاء. هو بنسبة كبيرة ممكن يكون فعلا سول ميت او توين فليم. هو هيرجع ولا لا؟ هو شخص نرجسي على فكرة، بنسبة كبيرة هو شخص نرجسي، هو بيحبك لكن هو عنده كرامته فوق كل شيء، وشايف نفسه ان هو ملك يعني، شايف نفسه ان هو ملك وان انت اللي لازم تجري وراه، حتى لو كان بيشعر بالوحدة من غيرك ومفتقدك وفي تواصل وحش ما بينكم وبيشعر بالحزن، لكن مستحيل ان هو هيتنازل وهيكلمك. وهو شخص نرجسي، ممكن يكون كان بيوهمك ان انت اللي غلطان او ان انت اللي المفروض تصالحه. هو شخص نرجسي ويغلبك معاه، فهو مفتقدك جدا لكن هو عايزك انت اللي تكلم. فهي كانت علاقة سامة وأذتك كتير، انت دلوقتي في طريقك للشفاء و عايش حياتك وبادئ انك تخرج، فدي حاجة حلوة. ما بنصحكش بصراحة انك تنظر الماضي ولا تنتظر الشخص ده، انت دلوقتي بتلاقي نفسك من اول وجديد، فخليك زي ما انت وما انصحكش بالعلاقة السامة دي. خليني برضو اتأكد اكتر واشوف نصيحة الملائكة هينصحوك بايه. improving health، خد بالك من صحتك، ممكن تكون انت بتشرب كتير برضو على فكرة، او ما بتاكلش اكل healthy. هنا بيقول لك نوني توري، مفيش اي داعي للقلق، الملائكة حواليك وبتساعدك، فما تقلقش، الجاية هيكون افضل ان شاء الله. peaceful resolution، حاول انك توصل لحل سلمي، ما تشيلش عداء من الشخص ده حتى لو انت ما كنتش هتتكلم معاه.
لان هو شخص بيظهر لك ان هو جامد وان هو مش فارق معاه وان هو نسيك اصلا وكل الكلام ده، لكن الحقيقة انت فارق معاه قوي، لكن هو لشخص نرجسي، ولو رجعت له هيكلمك عادي، بس انا ما انصحش لان هي مش هتكون علاقة ناجحة، وهيرجع يأذيك ويسيطر عليك مرة تانية. انت وصلت لمرحلة كويسة جدا من الشفاء، فخليك زي ما انت وما ترجعش ذليل للشخص ده. الشخص ده ممكن يكون من برج الأسد، برج الحوت، برج الجوزاء، برج الميزان، الحمل، الميزان تاني، القوس، الحمل كمان مرة، القوس تاني، الدلو، القوس كمان مرة، أو الجدي زيك. طاقات نارية، هوائية، ترابية، أقل حاجة المائية. فدي كانت قراءتكم يا برج الجدي، أتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.